السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهاردة بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة الفيديو سهل وبسيط كالعادة. النهاردة تحضيرات من ضمن التحضيرات بتاعة رمضان، ازاي نخزن او نعمل تفريزات للبسلة بطريقة حلوة جدا، وزي ما بنشتريها جاهزة وفي نفس الوقت خضارها ما بيروحش مع مرور الوقت. طبعا هقول لكم ازاي هي لونها كده بعد ما اتسلقت، وازاي ان كأنها لسه فريش، وطبعا لما بتيجي تطلعيها من الفريزر فبتكون فريش جدا جدا. عايزه اقول لكم على حاجه. اول حاجه، انا بيكون عندي البسله بكون مفرطاها، وعندي الجزر بكون مقطعه زي ما انتم شايفين قطع صغيره، تمام. وبعدين هروح جايبه البسله ونقعها في ميه وغسلها كويس جدا، وبعد ما اغسلها اصفيها في مصفى، واجيب الجزر طبعا بعد ما غسلته وقطعته مكعبات صغيره كده، وهروح مخلطه كل المكونات مع بعض اللي هي الجزر والبسله، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعدين هجيب حله على البوتاجاز، واهم حاجه الحله يكون فيها ميه مغليه وفيها ليمونه كامله اعصرها، تمام، وتغلي مع بعض. اول ما تغلي هروح منزله وهروح منزله فيها البسله، وهفضل اقلب كويس جدا بالشكل ده. طبعا الليمون ده بيخلي الحاجه معانا فريش، بيخلي البسله معانا والجزر بيخلي لونها حلو جدا، ما بيضيعش الخضار بتاعها وما بيضيعش طعمها ولا لونها ولا اي حاجه خالص. بجد هتفرق معاكم. جربوا الليمون في البسلة، هتفرق جدا جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين البسلة لونها عامل ازاي، بجد خضار، يعني خضار جميل جدا جدا. طبعا انا بقلب كده. طبعا اهم حاجة في السلق ما نسلقهاش ونهريها خالص. بصوا انتوا شايفين عاملة ازاي، مش مهرية، مش متكسرة، مش مقطعة، ما فيهاش اي حاجة، ما شاء الله، الواحدة بوحدتها وحلوة جدا جدا ولونها وهم. وطبعا انا هنا استوت معايا، هاجي بقى اروح مديها صدمة. طب ازاي هديها صدمة؟ هجيب تلج، تلجية كده، وهفتح عليها المية، وبعدين هبدأ اصفي البسلة والجزر من المية السخنة، وهبدأ انزلها على طول في التلج. التلج ليه؟ عشان يديها الصدمة بتاعتها. وطبعا حلوة جدا جدا جدا، جربوا الطريقة دي. طيب لو الناس مفيش حد عنده تلج متوفر دلوقتي، طب هنعمل ايه؟ هنجيب المية تكون ساقعة جدا 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 من الحنفية، ونبدأ ننزل عادي مفيش مشكلة، بس يفضل التلج. كل ما بيكون التلج في البسلة بعد ما بنديها الصدمة، كل ما بتديها بتبقى حلوة وبتبقى فريش اكتر وبتبقى لذيذة جدا. بصوا طبعا انا بصفي بقيه الكميه الجزر والبسله مع بعض، وهروح حطها على التلج. طبعا هسيبها لحد ما تبرد خالص والتلج يسيح. هفضل اقلب لحد ما كميه السخونيه بتاعتها تخرج خالص. بصوا انا بقلب وبحط على التلجيه نفسها، عشان التلجية كده كده اصلا هتسيح من سخونية البسلة، والبسلة هتاخد سقعية التلج. لازم نعمل الخطوات دي كويس جدا عشان البسلة ان شاء الله تقعد معانا وقت اطول في الفريزر، وتكون كويسة ويكون لونها حلو جدا وما يضيعش لونها خالص. زي ما انتوا شايفين كده التلج خلاص قرب يعني ينتهي خالص، يسيح خالص. فطبعا انا جبت مصفى وحطيت تحتها حلة، وهبدأ اجيب البسلة من المية الساقعة تلج، وهبدأ اصفيها تنزل ميتها خالص، المية بتاعتها خالص خالص من البسلة والجزر بالشكل ده. بصوا ما شاء الله مفيش حاجة مهرية، الجزر مش مهري، مش سلقاها قوي لدرجة ان تكون مهرية. الاحسن ان الخضار لما نيجي نسلقه ما يكونش مهري قوي،
بحيث ان احنا لما نيجي نعمله يكون حتى لو هتعمليه ني في ني هتبقى حلوة قوي قوي. وما شاء الله بقى يعني البسلة اليومين دول بتوعها، يعني البسلة كده مسكرة ورخيصة جدا وحلوة، يعني لو جبنا كمية وعملناها وخزناها هتبقى حلوة جدا جدا على رمضان. هنيجي نخزنها ونطلع الكيس بكيسه، فمش هتبقى مش هتاخد وقت معين. طبعا كلنا عارفين ان وقت رمضان بيكون ضيق خالص خالص، فلما تبقى الحاجة عندنا جاهزة تبقى حلوة. بصوا زي ما انتوا شايفين انا كل شوية اطلعها لكم، يعني ما شاء الله ما شاء الله بجد لونها حلو قوي 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 بجد، ولما بتقعد في الفريزر وقت اطول ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. انا جبت اكياس، في اكياس حراري وفي اكياس العاديه. انا هنا جبت على قد الكميه اللي احنا بناكلها، رحت جايه وحاطه حبه على قد ما بناكل. ما ينفعش احط في الكيس املى الكيس على اخره واجي اطلعه من الفريزر اخد نصه واحط النص التاني، لا مفيش كده. ممكن تجيبي اكياس صغيره وتحطي على قد الوجبه اللي انت هتعمليها او الاكل اللي انت هتعمليها. وزي ما انتوا شايفين كده انا خلصت البسله معايا، واهم حاجه قبل ما اجي اربط الكيس اخرج كميه الهواء اللي من الكيس، وبعدين هبدا ابطط الكيس كده وهروح حطاه في الفريزر رصه، عشان لما اجي اشيله من الفريزر ما يتقطعش معايا البسلة، ما تقعش مني في الفريزر، ويبقى كل حاجة رصاها في الفريزر كده، تبقى اطلع الكيس على قد الطبخة بالظبط. لان في ناس كتيرة جدا بتعمل الكيس كبير قوي وبتيجي تطلع. على فكرة الخضار طوما ما بيطلع من الفريزر وبيسيح ونيجي ندخله الفريزر تاني كده خلاص، يعني كده بيبوظ وطعمه بيبقى وحش جدا في الطبيخ. انما ما نطلع الكيس بكيسه على قد الطبخة او على قد الوصفة اللي احنا هنعملها فبتبقى حلوة ولذيذة جدا. اتمنى ان شاء الله اكون فدتكم في الفيديو النهاردة ويكون طريقة شرح كويسة. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير، فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.